السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ، معكم اليوم أخوكم عبد الأحد جاي، معلم اللغة العربية في المدرسة العربية الفرنسية. سأكون معكم اليوم في مادة القواعد في موضوع درس الحال. أهداف الدرس: عندنا هدفان. أولا، أميز الحال في جمل، أي أتمكن في نهاية الدرس أن أميز الحال في جمل. ثانيا، آتي بثلاث جمل في كل منها حال، أي أتمكن في نهاية الدرس أن آتي بثلاث جمل في كل منها حال. بعد أن ذكرنا الهدف، ننتقل إلى مراجعة الدرس السابق. نعم، لاحظوا هذه الجمل، انتبهوا، أقرأ لكم هذه الجمل. كتب أحمد الدرس، كتب الدرس، فتح صالح الباب، فتح الباب، سمع المعلم الصوت، سمع الصوت. نعم، لاحظوا جيدا. إذا لاحظنا في الجملة الأولى ولاحظنا في الخانة الأولى، كتب أحمد الدرس، في خانة ثانية ماذا عندنا؟ عندنا كتب الدرس. إذن من ماضي المعلوم إلى الماضي المجهول، كتب. الجملة الثانية، إذا لاحظنا في الخانة الأولى، فتح صالح الباب، ولاحظنا في الخانة الثانية عندنا ماذا؟ فتح الباب. إذن أين الفاعل هنا؟ حذف. إذن الفعل من المعلوم إلى المجهول، من فتح إلى فتح. إذن ماذا نائب الفاعل؟ الباب. إذن الباب نائب الفاعل. الجملة الثالثة، سمع المعلم الصوت. هذه الجملة في الخانة الأولى، في الخانة الثانية سمع الصوت. إذن من المعلوم، أي من سمع إلى سمع. أين الفاعل هنا؟ حذف. نابه ماذا؟ الصوت. إذن الصوت نائب الفاعل. ناب عن الفاعل في كل جملة، في جملة أولى ماذا؟ الدرس. ماذا نابه؟ ناب أحمد. في الجملة الثانية، فتح صالح الباب، ناب عن الفاعل الباب. الجملة الثالثة، سمع المعلم الصوت، ماذا ناب عن الفاعل؟ الصوت. قلنا سمع الصوت. إذن تحولت صيغة الفعل من كتب إلى كتب، من فتح إلى فتح، من سمع إلى سمع. هذا ما كنا نراجع في الدرس السابق. الآن ندخل في الدرس الجديد. لاحظوا هذا النص، اقرأوا قراءة صامتة. أقرأ لكم: خرجت دبا إلى السوق مسرعة، وهي تخطو خطوات وتقول في نفسها: سأشتري الحاجات كلها دون أن أنسى شيئا. وصلت دبا إلى الدكان ووقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر، إنه متجر كبير. وبينما كانت دبا واقفة مشغولة البال، سمعت صوتا يقول: ماذا تريدين يا بنتي؟ بحثت دبا عن اللائحة فلم تعثر عليها، ووقفت حائرة تتمتم. فلاطفها البقال قائلا:
على رسلك يا بنيتي عودي إلى الدار وأنت مطمئنة وستجدينني دائما في خدمتك. نعم من يقرأ؟ فضل يا مودو. خرج الدب إلى السوق مسرعة وهي تخطو خطوات وتقول في نفسها سأشتري الحاجات كلها دون أن أنسى شيئا. وصل الدب إلى الدكان ووقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر، إنه متجر كبير. وبينما كانت دب واقفة مشغولة البال سمعت صوتا يقول ماذا تريدين يا بنتي؟ بحثت دب عن اللائحة فلم تعثر عليها ووقفت حائرة تتمتم. فلاطفها البقال قائلا على رسلك يا بنيتي عودي إلى الدار وأنت مطمئنة وستجدينني دائما في خدمتك. نعم بعد أن قرأنا النص قراءة صامتة لاحظوا هذا النص، لاحظوا جيدا. بعد أن لاحظتم تقرؤون ما تحته خط، انتبهوا جيدا. خرجت دب إلى السوق مسرعة وهي تخطو خطوات ووقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر. كانت دب واقفة مشغولة البال فلم تعثر عليها ووقفت حائرة تتمتم. فلاطفها البقال قائلا عودي إلى الدار وأنت مطمئنة. بعد أن لاحظنا النص ننتقل إلى القراءة والموازنة. أقرأ وأوازن، اقرأوا وتوازنون بين هذه الجمل. انظروا الخانة الأولى، إننا في خانة أولى ماذا؟ خرجت دبة إلى السوق مسرعة وهي تخطو خطوات. وأما في الخانة الثانية إننا ماذا؟ خرجت دبة إلى السوق. أين العبارة الباقية؟ حذفت ماذا؟ مسرعة وهي تخطو خطوات. أما في الجملة الثانية عندنا وفي الخانة الثانية وقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر. أما في الخانة الثانية عندنا وقفت تنتظر دورها. أين العبارة الباقية؟ حذفت ماذا؟ متأملة ما في المتجر. الجملة الثالثة في الخانة الأولى إننا كتبت دب واقفة مشغولة البال. في الخانة الثانية إننا كانت دب واقفة مشغولة البال. نعم بعد أن قرأنا النص الآن لاحظوا هذا النص ولاحظوا جيدا ما تحته خط، لاحظوا جيدا. الآن أقرأ لكم ما تخطأ خط. خرجت دب إلى السوق مسرعة وهي تخطو خطوات ووقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر. وبينما كانت دب واقفة مشغولة البال ووقفت حائرة تتمتم. فلاطفها البقال قائلا عودي إلى الدار وأنت مطمئنة. الآن أقرأ وأوازن، لاحظوا هذه. إذا لاحظنا القانة الأولى عندنا ماذا؟ خرجت دب إلى السوق مسرعة وهي تخطو خطوات وقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر. كانت دب واقفة مشغولة البال ووقفت حائرة تتمتم. فلاطفها البقال قائلا. إذا لاحظنا في الخانة الثانية هناك بعض الكلمات محذوفة، انظروا جيدا. خرجت دب إلى السوق ماذا حذفنا؟ حذفنا
مسرعةً وهي تخطو خطواتٍ. ثانياً وقفت تنتظر دورها. ماذا حذفنا؟ حذفنا متأملةً ما في المتجر. كانت دب واقفةً. ماذا حذفنا هنا؟ حذفنا مشغولة البال. ووقفت تتمتم. ماذا حذفت؟ ماذا حذفنا؟ حذفنا حائرة. أخيرا فلا تفه البقال. ماذا حذفنا هنا؟ حذفنا قائلا. بعد أن خرأنا ووازنا بين هذه الجمل، الآن ننتقل إلى الممارسة. لاحظوا جيدا، أمارس. أقرأ أولا. خرجت دب إلى السوق مسرعة. خرجت دب إلى المدرسة متأخرة. نعم، من يجيب؟ يا بندا، كيف خرجت دب إلى السوق؟ خرجت دب إلى السوق مسرعة. جميل، أحسنت يا بندا، مسرعة. إذن مسرعة حال. من يكرر؟ فالو، مسرعة حال. الجملة التالية، وكيف خرجت دب إلى المدرسة؟ يا مودو، خرجت دب إلى المدرسة متأخرة. متأخرة، إذن متأخرة حال. من يكرر؟ يا زينب، حال. يا عمر، حال. جيد. الجملة الثانية، وصل مصطفى إلى المدرسة مبكرا. يا عمر، كيف وصل مصطفى إلى المدرسة؟ وصل مصطفى إلى المدرسة مبكرا. جميل. إذن مبكرا حال. كرر، حال. كرر، حال. وصل مصطفى إلى البيت متعبا. كيف وصل مصطفى إلى البيت؟ يا عيسى، وصل مصطفى إلى البيت متعبا. إذن متعبا حال. حال، حال. جميل، حال. إذا بعد أن مارسنا هذه الجمل، ننتقل إلى إجابة هذه الأسئلة. لاحظوا جيدا، انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا. أقرأ لكم الجمل. وقفت تنتظر دورها متأملة ما في المتجر. كانت دب واقفة مشغولة البال. ووقفت حائرة تتمتم. لا تفه البقال قائلا. نعم، من يجيب هذه الأسئلة؟ يا أحمد، تفضل. كيف تنتظر دورها؟ تنتظر دورها متأملة. جميل، متأملة. إذن ما معنى متأملة؟ متأملة الحال. جميل، أحسنت يا عمر. ثانيا يا بندا، كيف كانت واقفة؟ كانت دب واقفة مشغولة البال. جميل، مشغولة البال. إذن مشغولة البال حال. جميل. كيف وقفت يا إبراهيم؟ وقفت حائرة. جميل، وقفت حائرة. إذن حائرة حال. مبارك. أخيرا يا نغوني، كيف لا تفى البائع؟ لا تفى البائع، لا تفى البقال قائلا. قائلا، إذن قائلا حال. إذن إذا لاحظنا هذه الكلمات، متأملة ومشغولة وحائرة وخائلا، هذه الكلمات تدل على حال، على حال من؟ حال دبا. إذن هذه الكلمات كلها أحوال. جميل. الآن ننتقل إلى التدريبات، ونبدأ في التدريب الأول. لاحظوا جيدا، أميز الحال وأكتبه في الخانة. انتبهوا جيدا، أقرأ. ذهب عمر إلى المدرسة فرحا مع زملائه. كتبت المعلمة الدرس واقفة.
مبتسما استقبل المعلم التلاميذ. وصل التلاميذ إلى المدرسة فرحين. هؤلاء معلمون يمسون مسرعين إلى المدرسة. نعم، من يميز الحال ويكتبه في الخارج اليسرى؟ من يا إبراه؟ فرحا، جميل، أحسن. اكتبه في هذه الخانة، اكتبه. نعم جميل، فرحا، مبارك. ثانيا يا دمبة، أين الحال في الجملة الثانية؟ واقفة، جميل. الآن اكتبه في هذه الخانة، بارك الله فيك. جملة ثالثة، مبتسما استقبل المعلم التلاميذ. من يا بن؟ مبتسما، جميل، اكتبي في هذه الخانة. رابعا، وصل التلاميذ إلى المدرسة فرحين. من يا أم؟ فرحين، جميل، اكتبي في هذه الخانة، جميل. أخيرا، هؤلاء معلمون يمسون مسرعين إلى المدرسة. أين الحال في هذه الجملة؟ من يا بابكر؟ مسرعين، جميل، اكتب في هذه الخانة، مبارك. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. لاحظوا هذه الكلمات، بعد أن لاحظتم هذه الكلمات تدخلونها في هذه الجمل. إذن اختاروا حالا، بعد ذلك تدخلونه في جملة مناسب. انظروا جيدا، يدخل اللاعبون الملعب. من يا بندا؟ يدخل اللاعبون الملعب واقفة. وافقتم؟ لا، خطأ. لا، من يا إبراه؟ مسرعين، جميل، أحسنت. يدخل اللاعبون الملعب مسرعين. ثانيا يا غوني، قرأت التلميذة القرآن كيف؟ واقفة، جميل. ثالثا يا باب، لقي سيدي صديقه كيف؟ مبتسما، جميل يا باب. خامسا، عاد المسافر إلى بلده كيف؟ يا بايسري، فرحا، جميل، أحسنت. أخيرا، أفطر الصائمون كيف؟ فرحين، جميل يا بندا. الآن ننتقل إلى التدريب السادس وأخيرا. الآن أركب جملا. إذن خذوا كراساتكم وتركبون جملا، وتركبون جملا فيها حال، فيها ثلاثة حال. ركبوا ثلاثة جمل في كل منها حالا، بعد ذلك تكتبونها في كراستكم. هذا ما كنا نتدارس اليوم. إلى اللقاء القريب، شكرا على متابعتكم.